اكتر شخصيه حبيتها وكانت قريبه لقلبي هي فاتن في ستات بيت المعادي. حبيت الشخصيه دي جدا من اول ما جات لي، من اول ما الورق جالي وانا بقرا الورق حتى لفت نظري جدا الشخصيه دي، والمسلسل نفسه كله على بعضه يعني فيفرت بالنسبه لي، بحبه قوي. وكان نفسي جدا اقدم شخصيه في حقبه زمنيه بالذات في الستينات، وقدرت اقدم ده في فاتن، وقدرت اخلي الناس تحبها. يعني هي الشخصيه، هو المسلسل متقسم شويه زوجات وممكن نسميهم عشيقات، فهي من العشيقات، فدي من المفروض يتكرهوا، بس الحمد لله ان الناس حبوها، وانا ده كان كل حرصي ان الشخصيه ما تتكرهش، فهي شخصيه قريبه جدا من قلبي. انا وهي الدور، هي شخصيه مستفزه وبتاعت مصلحتها جدا وما عندهاش قلب، فهو الطبيعي انك ما تتعاطفيش معاها خالص. يعني في شخصيات بيكون كل شخصيه بيكون ليها مبررات، بس انت يا بتتعاطفي مع المبررات دي يا اما بتشوفي ان ده مش مبرر. فهايدي من الشخصيات دي اللي هي ملهاش مبرر انها تكون مصلحجيه للدرجات دي، بس في الاخر دي شخصيه انا بقدمها ملهاش اي علاقه بحياتي خالص. انا مبسوطه جدا بمشاركتي في نقل عام، كل الاسامي اللي فيه اسامي نجوم كبيره ومهمه، ومبسوطه جدا اني بشتغل مع استاذ عادل اديب وشركه فنون مصر المحترمين، والشخصيه اللي بلعبها كمان لذيذه وقريبه شويه من شخصيتي الحقيقيه، فمبسوطه جدا بالمسلسل ده. لا بحب يتقال مرهان حسين، بحب اكون نفسي يعني، لان انا مش بقلدها خالص ولا عمري قلدتها ولا عمري شكلي اتغير على فكره. يعني انا من يوم ما طلعت لحد النهارده انا شكلي هو هو، يعني اختلافات بسيطه اللي هي بالسن، بالاختلاف الطبيعي بتاع البشر، فما احبش يتقال عليا حد تاني خالص. لا تقليد الفتره اللي جايه، يعني انا اخر حاجه عملتها نجمه مصر الاولى نبيله عبيد، فمستنيه بس بعدها شويه بفكر لسه بشوف. ان شاء الله انا شغاله على موضوع الغنى، بسمع كتير يعني عشان اقدم للناس حاجه لذيذه وشبهي. والله انا كنت في تحضيرات بروفات مسرحيه كازانوفا وعيد جالي كورونا، وكان في مواعيد سفر ولازم تتعرض في وقت معين، فما قدرتش اكون موجوده.